أهلا بكم. أصدرت محكمة مصرية قرارا بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج أسماء نحو 1500 من المنتمين للجماعة وشخصيات أخرى جرى التحفظ على أموالهم. ونص قرار المحكمة على أن مدة الإدراج على قوائم الإرهابيين 3 سنوات تبدأ من تاريخ 12 من يناير الحالي. وضمت القائمة أسماء بارزة منهم نجم الكرة المصرية الشهير محمد أبو تريكة والرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي وأعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن 8 من المتوفين وأكثر من 90 امرأة. لم يخلو قرار محكمة جنايات القاهرة من أسماء ملفتة وضعت في قائمة ضمت أكثر من 1500 شخص وصفتهم المحكمة بالإرهابيين، بينهم أموات. من أكثر الأسماء التي لفتت الانتباه وأثارت ردود فعل قوية اسم نجم كرة القدم المصرية السابق محمد أبو تريكة. وتضم الأسماء المدرجة في قائمة الإرهاب إلى جانب أبو تريكة رئيس المعزول محمد مرسي وجميع أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وجميع أعضاء مجلس شورى الجماعة وعددا كبيرا من نواب الجماعة في البرلمان السابق من المتواجدين داخل وخارج مصر. كما تضم القائمة رجل الأعمال صفوان ثابت والصحفي مصطفى صقر مالك صحيفتي البورصة وديلي نيوز والتي كتب السيسي نفسه فيهما مقالا سابقا، وباكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، وإسلام لطفي مدير التلفزيون العربي، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط. الطريف أن القائمة ضمت عددا من المتوفين أبرزهم أحمد سيف الإسلام، حسن البنا، وناصر الحافي، ولاشين أبو شنب، بما يدل على أن القائمة غير محدثة. وبحسب قانون لمكافحة الإرهاب أقرته السلطات المصرية في عام 2015 تفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب عقوبات تشمل منعهم من مغادرة البلاد ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية. وللنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول المستشار وليد شرابي رئيس محكمة شمال القاهرة السابق. أرحب بك معنا سيادة المستشار. نعم سيادة المستشار، ابتداء لو تسمعني، أنت من ضمن هذه القائمة 1502 من الشخصيات المصرية العامة ضمن قائمة الإرهاب، ابتداء تعليقك على ضمك لهذه القائمة ما هو؟ يعني خليني أقول لحضرتك إن أنا لست الوحيد من بين الذين خدموا داخل السلطة القضائية واعتلوا منصات العدالة. هناك عدد من القضاة على رأسهم المستشار محمود الخضيري القابع في سجون الانقلاب منذ أكثر من 3 سنوات بالرغم من انتهاء عقوبته منذ فترة طويلة، إلا أنه فوجئنا اليوم للأسف الشديد بضم اسمه لهذه القائمة. حقيقة الظلم تجاوز كل الحدود، شخصيات عامة، شخصيات محترمة، للأسف حتى حرمة الأموات لم تسلم من هذا الانقلاب الغاشم ومن السلطة التي لا تدري يعني أي الأسماء التي تضحى. خليني أقول لحضرتك إن أنا يعني أشبه اللي حصل دلوقتي يعني إن الموضوع لم يكن إلا عبارة عن كوبي بيست، يعني في نسخ وفي طباعة إلى مكان صدور القرار، نسخ أسماء دون تحليل مواقفهم بشكل حقيقي، دون تحليل أنشطتهم بشكل حقيقي، لكن شخص ما أراد أن يطبع هذه الأسماء في ويعني يضيق عليها بأقصى قدر ممكن، فوضع أسماء كثيرة جدا لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بالإرهاب، أو كل الأسماء للأسف الشديد لا علاقة لها بالإرهاب، لكن التصنيف كان قائم على أساس إذا كنت أنت مؤيد لعبد الفتاح السيسي ونظامه العسكري أم لا. أي حد مهما كان لي انتماء لتيارات إسلامية، نعم، ملوش انتماء لتيارات إسلامية، انتماء لتيارات ليبرالية، انتماء لتيارات يسارية، كل دول زج بيهم في هذه الأسماء في يعني أقول لحضرتك باكج واحدة كده، قالوا إن دول إرهابيين لمجرد ان هم بيعارضوا عبد الفتاح السيسي. سياده المستشار عفوا للمقاطعه، يعني ليست كل القائمه
فيها معارضين للسيسي او حتى من جماعه الاخوان المسلمين، يعني مثلا اللاعب المصري الشهير محمد ابو تريكه غير معارض للسيسي بالمره، صفوان ثابت واحد من اهم رجال الاعمال في مصر بالطبع غير معارض للسيسي، ده يمكن كمان دفع في صندوق تحيا مصر، مصطفى صقر ده احد الاعلاميين العاملين حتى هذه اللحظه داخل مصر غير معارض بالطبع للسيسي، يعني ما الذي يحدث يعني؟ معك حق يا استاذ احمد، يعني انا مؤيد لحضرتك تماما، لكن يعني انا كلامي اللي بقوله بينسحب على الغالبيه العظمى من الاسماء، لكن زي ما حضرتك تفضلت دلوقتي في ناس حتى ملهاش اي نشاط سياسي، يعني لا ليها علاقه بالثوره ولا ليها علاقه بالانقلاب ولا ليها علاقه باي شيء، وبالرغم من ذلك زج باسمائهم ايضا في هذا الامر. انا اظن ان الامر فيه يعني نوع من جانب شخصي ما، ممكن تكون مشكله مع بعض الشخصيات في مؤسسات أمنية في مصر زجت بهذه الأسماء لمصالح خاصة أو للتنكيل بهذه الأسماء اللي حضرتك ذكرتها، لكن في النهاية هو الظلم واضح، يعني نعم حتى حرمة الأموات لم تسلم منهم، زجوا تمام بأسماء أموات. يعني أضيف على بعض الأسماء اللي يمكن حضرتك ذكرتها في التقرير، لكن مثلا يعني المرحوم سالم نجم وهو أيضا لم يذكر في التقرير وهو من بين الأموات الذين صحيح زج بهم، الأستاذ عبد الحميد الغزالي برضه من بين الأموات، يعني الأستاذ أحمد سيف الإسلام زي ما حضرتك تفضلت، عدد كبير جدا من الأموات في هذه الأسماء، ولا ندري كيف سيتم التحفظ على أموال الأموات في هذه السلطة التي أصبحت لا تدري ماذا تفعل وماذا تصدر من قرارات. نعم، ابقى مع سيادة المستشار، سأعود إليك، لكن ينضم إلينا من لندن عبر سكايب السيد محمد جميل مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان بلندن، أرحب بك معنا سيد جميل. ومن القاهرة سينضم إلينا ضيف لاحق أو انضم إلينا بالفعل من القاهرة المستشار خالد القوشي الخبير القانوني، أرحب بك معنا المستشار خالد، لكن أبدأ من لندن والأستاذ جميل. سيد جميل، ما رأيك فيما يعرف بقائمة الإرهاب التي صدرت من قبل جنايات شمال القاهرة ووضعت أكثر من 1500 اسم على ما يعرف بقائمة الإرهاب، من الناحية الحقوقية كيف قيمتم هذا؟ يعني أولا مصطلح الإرهاب كما تعلمون هو مصطلح سياسي أكثر منه قانوني، تستخدم الأنظمة الدكتاتورية ومنها النظام المصري والأنظمة الغربية لتحقيق يعني مصالحها وأهداف سياسية. حتى اللحظة لا يوجد أصلا تعريف شاف وواس لمصطلح الإرهاب. النظام المصري دأب منذ الثالث من تموز 2013 إلى توظيف مكافحة الإرهاب بشكل مكثف لاستدرار العاطف واستجلاب التأييد. طبعا الهدف الأساسي من توظيف الإرهاب، مصطلح الإرهاب، هو شيطنة المعارضين. هذا القرار الذي ضم 1500 يعني لم يأتي بجديد، كل الأحكام التي صدرت على المعارضين أو التي يتم القضايا التي يتم تداولها لا تخلو من كلمة إرهاب ومصطلح إرهاب. أي إنسان يغرد في أي مكان ضد هذا النظام، يقوم بمظاهرة سلمية حتى ولو كانت يعني مظاهرات مطلبية مش ليست معارضة، يوصم بالإرهاب. فالأمر يعني يدعو للاشمئزاز والسخرية. هذا نظام يعني وظف هذا القضاء وإصدار قوائم ليس من أعمال القضاء. القضاء يقضي بقضايا تنظر أمامه، يمثل المتهمون، الدفاع يدلو بدلوه، الادعاء العام يدلو بدلوه، والقاضي يصدر حكمه. يعني هذه القوائم تصدر عادة يمكن من وزارة الداخلية، ومن ثم يجري الطعن فيها أمام القضاء. الآن أين سيتم الطعن في هذه القائمة؟ فشيء يدعو يعني للاشمئزاز سيد جميل، ويؤكد أن هذا القضاء ما هو إلا أداة
بيد الأجهزة الأمنية وبيد هذا النظام، يحركه كيف يشاء ومتى شاء. سيد جميل، هذه القائمة لا يؤخذ بها على مستوى القانون الدولي، يعني لا تستطيع مثلا الحكومة المصرية أن ترسل هذه الأسماء إلى الإنتربول الدولي لإيقاف الأشخاص المدرجة أسماءهم في هذه القائمة وخارج مصر، هل هذا صحيح؟ بالتأكيد من الناحية النظرية القانون الدولي يجرم ولا يمنع، فقط يجرم التعامل مع أنظمة ديكتاتورية تستخدم التعذيب وتستخدم القتل وتستخدم الاعتقال التعسفي. فمعروف عن مصر أنها تمارس، أو النظام المصري يمارس كل أعمال الإرهاب ضد المواطنين وضد المعارضين. الإنتربول الدولي لنا تجربة مريرة معه حقيقة في المذكرات القضائية، نأمل أن الإنتربول الدولي ينتبه إلى هذا السخف والإسفاف من قبل النظام المصري في التعامل مع قضايا حساسة وخطيرة من هذا النوع، وأن لا ينصاع. فدستوره يمنعه من دستور الإنتربول الدولي يمنع التعاطي مع قضايا فيها أبعاد سياسية ودينية وعرقية. ابقى معي سيد جميل، سأعود إليك، أذهب لي سيد خالد الخوشي. سيد المستشار، يعني كيف يؤتى بشخص يعني غير متهم بجريمة محددة لم يحقق معه من قبل أمام نيابة أو أمام أي هيئة قضائية، ونضع اسمه فيما يعرف بقائمة الإرهاب؟ أليس هذا يبدو بعيد كل البعد عن القانون؟ لا، طبقا للقانون لازم نعرف ان قانون الارهاب الذي صدر الهدف منه ايه. اي شخص يخل بالنظام العام او تعويض سلامه المجتمع وامنه للخطر، الغرض ده الهدف بتاعه. يعني قانون الارهاب صدر للنقطتين المهمين دول، الغرض منه ايه؟ ان بعض الاشخاص بيؤدي الى الافكار بتاعتهم ازاء الاشخاص او تعويض حياتهم وحرياتهم امنه للخطر، الحاق ضرر بالبيئه والاتصالات والمواصلات والاموال والمباني والاملاك العامه والخاصه. هنا يجوز طبقا للقانون تجهيز قائمه بهؤلاء الاشخاص وعرضها على جهات التحقيق. جهات التحقيق بتحقق معاهم واحد واحد حتى تعرف مصدر اموالهم ايه وافكارهم ايه. يترتب على بعد التحقيق اذا ثبت للاشخاص دول ان هم يرتكبوا اي جريمه تتصل بالارهاب إحالتهم إلى محكمة الجنائي. يعني يا سيادة المستشار، أفهم من كلام حضرتك أن النيابة حققت مع الدكتور سالم نجم قبل أن تضعه على قائمة الإرهاب، هل هذا صحيح؟ لا لا، لسه في حاجة اسمها. لا لا، يعني معلش، أنا عايز بس إجابة على السؤال ده. إجابة على السؤال دوت بيبتدي الأول تحويات أمنية على هؤلاء الأشخاص، وثبت بالعلم واليقين ان لهم صله بالجماعه الاماميه المحظوره. فهنا بيترتب عليها عرضها على النيابه، النيابه يقول لها ان تصدر القائمه وهي والتوقف لهؤلاء الاشخاص طوال فتره التحقيق واحالتهم الى المحكمه. طيب، حتى يثبت عكس ذلك. انت تعرف مين يا سياده المستشار؟ في واحد اسمه احمد سيف الاسلام البنا، تعرف عنه شيء؟ تعرفه؟ احمد سيف الاسلام المحامي كان عنده نقابة وكان محامي، وهو منضم أصلا لجماعة الإخوان المحظور. حضرتك وكان من القيادات، تعرف إن هو مات منذ أكثر من عام؟ ما هو مات، بس هو بيبص مصدر أمواله منين. يعني أنت دلوقتي مش أي حد يختار وياخد فلوس بطريقة غير قانونية دون التحقيق معاه أو مسؤوليته الجنائية إيه. يعني هو في 9 من الموتى، في عبد الحميد الغزالي ده ميت بقاله 5 سنين، ده النيابة حطته أو المحكمة حطته على قائمة الإرهاب، الدكتور عبد الحميد الغزالي أستاذ العلوم السياسية من 5 سنين. أنا هقول لك مثال صغير، تركيا بتعمل إيه دلوقتي عشان تحارب الإرهاب عندها؟ بتضبط أي شخص، بتعزل أي شخص، تعتقل أي شخص لغاية ما يثبت عكس ذلك، وبعض المتوفيين في نفس الموضوع محولينهم للتحقيق. محمد أبو تريكة، أنت محمد أبو تريكة إرهابي؟
محمد ابو تريكه وانا في جلسه كانت موجود فيها هو ندم على اساس دخل في الجماعات الاوابيه المعذوره وكانت فتوى وتوضح بين هذه الجماعات يا فندم، فعشان كده توطب عليه هذا القرار وهو ندمان ان هو دخل في هذه الجماعات. في بعض الاشخاص ابو تريكه لم ينضم وفقا لكلامه لم ينضم في يوم من الايام لجماعه الاخوان المسلمين يا فندم، كان مؤيد افكارهم ومؤتمراتهم، كان مؤيد افكارهم ومؤتمراتهم وحضر مؤتمرات واستغل بعض الاموال في شركه السياحه بناء على تحويات امنيه. القضاء منذ ايام قليله يا سياده المستشار، القضاء منذ ايام قليله رفع الحظر على اموال السيد ابو تريكه للمره الثانيه ولم يتم رفع حظر. ده القضاء اللي قال كده، القضاء مش اي حد تاني. القضاء الاداري اختصاصه الطعن في القرارات، مش تحويات امنيه ولا تحقيقات جنائيه. يعني القضاء الاداري له اختصاص محدد، وعشان ما نلخبطش بين القضاء المصري اللي هو القضاء الجنائي والقضاء الاداري. القضاء الاداري لما بيصدر اي قرار يجوز الطعن عليه في خلال 60 يوم بناء على تظلم. هنا الطعن على القرار وليس على الناحيه الامنيه او الجنائيه، عشان الناس ما تتلخبطش. صفوان ثابت يا سياده المستشار، صفوان ثابت رجل الاعمال المصري المعروف ارهابي؟ مين؟ صفوان ثابت. اسمه ايه؟ صفوان ثابت. ده من اكبر قوات، من اكبر رجال الجماعات المحظوره يا فندم. هم متوقف عاملين توقف ليه وتحفظوا على امواله ليه يا فندم؟ صفوان ثابت بتاع جهينة عامل ازاي وبيشتغل باموال مين يا فندم؟ طيب ابقى معايا يا سياده المستشار، ابقى معايا يا سياده المستشار. سياده المستشار وليد شرابي، ايه رايك في الكلام اللي بيقوله المستشار خالد القوش في ان هو يجوز ان هي مصادره الاموال حتى ولو كان ميت؟ والله يا استاذ احمد، يعني انا مش عايز اعلق كتير على الكلام اللي بيقوله الاستاذ خالد القوشي يعني، لكن الامر اصبح اشبه بالفكاهه منها الى الاجراءات القانونيه. الواحد فعلا لما بيجي يتكلم على الاحداث القانونيه وعلى تحقيقات النيابه وما يتخذ بشانها من اجراءات بيبقى حاسس ان في عمق قانوني احنا ممكن نتكلم فيه وممكن نجادل فيه مع بعض. لكن اذا كنت حضرتك بتجادل يعني بتتحدث مع ضيفك الكريم حول شخصيات يعني ماتت وتم دفنها وتحللت اجسادها وبيقول لك ان في ضروره للتحفظ لسه على اموالهم، الاموات سقطت كل زمامهم الماليه وبالتالي لا وجود لهم ولا اثر لهم في القانون المصري بشكل عام. اذا كان هو بيتحدث بهذا الشكل المفروض ان هو يتحدث عن أموال ورثة هؤلاء، لكن في الحقيقة أن يصدر القرار بالتحفظ على أموال هؤلاء ده نوع من العبث أشبه بالكوميديا منه إن احنا نكون بنتكلم في القانون. سيادة المستشار، يعني ما الذي يعني ده يعني إيه؟ أن يوضع يعني اسم شخص ناخده في إطار بعيد خالص عن القانون عشان نعم أنا أفهم ده، لكن ما الذي يعني أن يوضع اسم شخص في هذه القائمة غير التحفظ على الأموال؟ لا هو طبعا في اجراءات كتيره. بص يا فندم، في يعني نسبه كبيره جدا من الاشخاص اللي صدرت بشانهم القرار النهارده يعني في تعمد من السلطات المصريه للتضييق عليهم في الخارج بشكل كبير جدا، منها يعني عدم اصدار السفارات المصريه في الخارج لكل من ستنتهي جوازات سفره الخاصه بيه، وبالتالي عندما يجد الشخص في وقت من الاوقات ان يعني جواز السفر بتاعه تاريخه انتهى لن يمكنه ان يحصل على عمل، لن يمكنه ان هو يعني يكون لديه حسابات يتعامل بها في البنوك، لن يمكنه السفر، يعني في اجراءات كثيره جدا ستترتب على انهاء جوازات السفر وعدم تجديدها من قبل هذه السفارات. يبقى احنا بنتكلم في اطار ان مش بس ان الدوله المصريه بتضيق داخل حدود او اراضيها، لكن حتى الناس اللي خرجت واللي هي بصراحه في كتله كبيره جدا تمثل معارضه حقيقيه للثوره في الخارج وضد نظام عبد الفتاح السيسي وضد حكم العسكر، في نسبه كبيره جدا من ال 1502 اسم اللي موجودين النهارده اسمائهم قويه جدا واشخاصيات بارزه جدا في معارضه نظام الحكم العسكري اللي هو موجود في مصر، وبالتالي هو اراد ان من هذا القرار ان هو يطال المعارضه المصريه في الخارج بان هي يوقفها يحد من حركتها او في النهايه يتم وصول هذه الاشخاص مره اخرى الى مصر للتنكيل بهم من قبل سلطه الانقلاب العسكري. لكن يعني وانا اتحدث الان يعني بصفه من هذه المعارضه، هذه الاجراءات لن توقفنا باي حال من الاحوال ولن توقف الحديث ضد نظام عبد الفتاح السيسي والفاشيه العسكريه التي تحكم بها مصر والتدهور الذي يحدث فيها في كل المجالات منذ وصول الانقلاب العسكري وحتى هذه اللحظه. طيب ينضم الينا عبر الهاتف ايضا من اسطنبول الكاتب الصحفي السيد قطب العربي، ارحب بك معنا سيد قطب.
أهلا وسهلا. نعم، أنت واحد من الأسماء من ضمن 1500 فيما يعرف بقائمة الإرهاب، تعليقك على ذلك سيد قطب. أولا القائمة ليست فقط 1500، أتصور القائمة ستزيد عن 1500، 1500 ده كان رقم كنا قد توصلنا إليه بالأمس، واليوم اكتشفنا أن هناك صفحات جديدة كانت قد غابت عنا، وبالتالي فالرقم مرشح للزيادة. طبعا يعني كون أن اسمي أو اسم غيري في هذه القائمة، هذه قائمة شرف يعني لكل من وضع اسمه فيها، لأنها تقابل قائمة الخيانة للذين باعوا الأرض والغاز والماء. نحن نتشرف أن نكون بين هذه الكوكبة من خيرة رجال مصر ومن شرفاء مصر من كل الاتجاهات الذين ضمتهم هذه القائمة. ولا تتذكرنا مرة أخرى بقائمة أنور السادات، يعني قائمة التحفظ في سبتمبر 1981، وكانت عددا مماثلا 1536 تم التحفظ عليهم دفعة واحدة، وكانوا ينتمون لسيارات مختلفة أيضا، وكان لها النتيجة بعدها بشهر واحد تقريبا انتهى السادات من الوجود. الحقيقة يعني هذه القائمة أو هذا القرار يعبر عن إفلاس سياسي، عن بلطجة سياسية من هذه السلطة التي يعني تتحكم في مصر كأنها عزبة خاصة تبلطج فيها كما تشاء، وتبيع الأراضي، وتتنازل عن المياه، وتتنازل عن الغاز، وتتنازل عن كل شيء من أجل كرسي يعني يزول طبعا ولا بد أن يزول. هذا إفلاس سياسي من النظام افتقد لأي مشروعية الآن، ويريد أن يعني يفتش في دفاتره ليبحث عن أي وسيلة للتنكيل بخصوصي، أو على الأقل لتحقيق انتصارات ولو كانت وهمية ليقدمها لأنصاره الذين يتخلفون الآن من حوله. طيب سيد قطب، يعني فكرة إدراج الجماعة مرة أخرى، جماعة الإخوان المسلمين، على قائمة الإرهاب، تحدث ضيفي من القاهرة أنه منطقي أن ينسحب هذا الأمر على كل أعضاء الجماعة، أن تصادر أموالهم وتمنع عنهم الكثير من الحقوق، فكرة السفر إلى الخارج والجوازات وما شابه. ما رأيك في هذا الكلام، فكرة أن الإخوان ما زالت هي جماعة إرهابية وكل من ينتمي إليها بالتبع إرهابي؟ هي مسألة طبعا بتنفذ بطريقة انتقائية وعلى حسب المزاج وحسب اللحظة، وأتصور أن القائمة دي كانت رد على حكم مجلس الدولة بتصرية إيران وصنافير، يعني النظام لم يجد في يده شيء يقدمه ليثبت أنه قادر ومسيطر وأنه يستطيع أن يحقق بعض الانتصارات الوهمية، غير أنه هو يضع هذه الأسماء في قائمة تسمى قائمة الكيانات الإرهابية. الحقيقة يعني ليس جديدا أن يذكر أن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ولكن هذا النظام يعكس عن تنفيذ كل ما حتى ما يعلنه لن يستطيع، ولن يستطيع كما قال المستشار وليد، لن يستطيع أن يوقف الحراك ضده في الداخل ولا في الخارج. القائمة تضم شخصيات موجودة في الداخل، وأنا أتصور أنها لن تتوقف عن مقاومتها لهذه السلطة من الداخل، وتضم طبعا كثيرين في الخارج، وهؤلاء لن يتوقفوا أيضا، وسنسافر وسنفضح هذا النظام و يعني نحو ونفتح كل مكان نذهب إليه. شكرا جزيلا سيد قطب العربي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، كنت معي عبر الهاتف من اسطنبول. والآن مشاهدينا الكرام نتحول إلى زميلة بدر سليم، تعرض على حضرتكم عدد من تعليقات مشاهدينا فيما يخص هذه القضية. تفضلي. أهلا بك أحمد وأهلا بكم مشاهدينا. نبدأ بالتغريدات عبر تويتر. المشارك الأول يقول: يتساءل أبو تريكة صار إرهابي. تغريدة أخرى من علي محسن الذي يقول: القضاء المصري يصنف نجم الكرة المصرية محمد أبو تريكة بقائمة الإرهاب، هزلت ورب الكعبة. تغريدة أخرى من صالح الذي كتب قائلا: أسطورة مصر يتحول إلى إرهابي، مصر إلى أين يتساءل كلنا، محمد أبو تريكة. تغريدة أخرى من مازن آل عون الذي غرد قائلا: يتساءل إلى أين يا مصر الأسطورة أبو تريكة في قائمة الإرهابيين. تغريدة أخرى من أميرة أيضا تتساءل: يا ساتر، كان لاعب مشهور، وش خلاه إرهابي. التغريدة الآن من سامية تقول: رايحة فين بينا يا مصر. تغريدة أخرى من الحارثي يقول: للتعديل، هي المحكمة الانقلابية السيساوية وليس المصرية، فالمصريون يحبون أبو تريكة. تغريدة أخرى من حسن النجار يقول فيها: لأنه شريف في بلد ساد فيها الفاسد.
تغريدة أخرى يقول فيها المشارك: يا ما رفع اسم مصر عاليا في المحافل العالمية، عيب اللي بيحصل. تغريدة أخرى، أخذنا هذه التغريدة، ننتقل الآن إلى التعليقات عبر فيسبوك. محمد يقول: خذ شنطتك وارحل منهم يا أبو تريكة، هؤلاء لا يقدرونك على إنجازاتك العظيمة، هؤلاء عصابات فقط يأخذون أموال الناس بغير حق. تعليق آخر من أبو عبد الله الذي كتب قائلا: هذا الإنسان لا يختلف عن الآلاف الذين يقبعون في السجون المصرية، خيرة شباب مصر هم إما في السجون وإما قتلى وإما مطاردين. تعليق آخر من ناصر منصور الذي كتب قائلا: لاعب موهوب وإنسان محترم وخلوق يتم تقديره في المحافل الدولية، في المقابل يتم تشويه سمعته والإساءة إليه من بلده. تعليق من خالد الذي كتب قائلا: إذا تم تصنيف هذا الشخص في قائمة الإرهابيين إذن أنا مع الإرهاب، هذا بحسب رأي خالد. زكريا يوسفي كتب قائلا: أبو تريكة سكن قلوب شعوب العالم وكسب احترامهم، ولو ذهب إلى جزر الوقواق حيعرفوا وحيسلموا عليه. نشكركم جزيلا على التفاعل، ونعود إليك أحمد. هناك استياء كبير من أبو تريكة إرهابي. شكرا جزيلا لك بدر. سيد جميل، يعني خارجيا هل من الممكن أن يكون هناك تقاضي مقاضاة النظام في مصر بسبب وضعه أشخاص على قوائم الإرهاب دون تحقيق أو دون اتهامات واضحة وحقيقية وموتى أيضا؟ يعني بداية دعني أعلق على ما ذكر سابقا، يعني من أكبر المصائب أن يقول قانوني وأن يقر أن إجراءات قضائية، إجراءات جنائية يمكن أن تحرك ضد شخص متوفى. هذا لا يقوله شخص يعرف القانون، يدرس دارس للأبجديات القانون. بشكل عام أصلا الدعوة العامة تنقضي عندما يتوفى الإنسان، هذا معروف في كل العالم. فهذه يعني لم يبقى إلا تبرير واحد وتحليل واحد لماذا وضعت أسماء أشخاص توفوا، إلا لسبب واحد، هو رغبة النظام المصري للسطو على أموالهم ومصادرتها باسم قانون مكافحة الإرهاب. وأود أن أؤكد هنا أن قانونا يخالف الدستور المصري، يخالف أسس المحاكمة العادلة، لا نستطيع أن نسميه قانون، ولا يستطيع المستشار وغيره أن يرتكز عليه لتبرير هذا العسف من هذا النظام الذي هو يجب من يجب أن يوصف بالإرهاب. النظام الذي قام بقتل المعارضين، النظام الذي قام باعتقال المعارضين، النظام الذي يضيق على المواطنين، النظام الذي قام بعمليات الاختفاء القسري المنهجية، هذا هو النظام الإرهابي. اذهب إلى معجم أوكسفورد وابحث عن تعريف للنظام، تجد أن التعريف هو حكم عن طريق القوة والجبر، هذا هو الإرهاب الحقيقي. الإرهاب الحقيقي هو إرهاب النظام المصري. أما بالنسبة لمواجهة هذه القائمة، للأسف الشديد لا يوجد جهة قضائية دولية يمكن اللجوء عليها للانتصاف من النظام المصري، إنما يجب مواجهة هذه القائمة أولا بفضحها، ثانيا بالضغط على الأمم المتحدة لاستخدام كل الوسائل المعتبرة لديها للضغط على النظام المصري ليتوقف عن نهجه هذا القمعي. الدول التي لا زالت تتعامل بلغة المصالح يجب عليها أن تغير هذه اللغة إلى لغة حقوق الإنسان. النظام المصري لا زال يرى أن هناك ضوء أخضر للاستمرار في هذا النهج القمعي، ولن يوقفه إلا إذا تغيرت سياسات هذه الدول التي تدعي الديمقراطية من أوروبا وغيرها. والأمم المتحدة إذا لم تحرك آلياتها المعتبرة والكثيرة
فهذا النظام سيستمر في نهجه القمعي، وسيكون له أبواق كثيرة تخرج على الإعلام لتبرر هذا القمع وهذا القتل، على الرغم من وضوح عدم قانونية هذه الإجراءات، وعلى الرغم من وضوح جرميتها. طيب سيد جميل ابقى معي. سيد قوشي، فيما يخص هذا القانون حضرتك تحدثت عنه الذي أصدره رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان ثم صدق عليه البرلمان الحالي دون حتى أن يناقشه، تأتي عبارات تبدو مطاطة جدا لأن يوضع أي شخص أو أي كيان في دائرة الإرهاب، يعني مثلا تعطيل أحكام الدستور والقانون، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. ممكن بكرة حد يجي يتهم حضرتك يقولك أنت يعني من أي جهة أمنية تضر السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، يعني وده يضعك تحت طائلة الإرهاب. أليست هذه العبارات مطاطة من الممكن أن تستخدم كذريعة للانتقام من معارضي النظام من قبل السلطة الحاكمة؟ سيد خالد، في خطأ قانوني، في خطأ قانوني قالوه الزملاء. أولا يجوز ولا تسقط دعاوى الأموال التي تحصل عليها الشخص بطريقة غير قانونية، ويتم تحقيق مع الورثة وجميعا والتحفظ على أموالهم، زي قضية الاختلاس. لو واحد اختلس مال عام يجوز بعد وفاته التحفظ على أمواله بالكامل وأموال أولاده وزوجاته، ده طبقا للقانون. بالنسبة هنا احنا عمالين نتكلم، دخلنا السياسة في القانون ازاي، عمال يقول النظام النظام، اللي بيتكلم عن النظام يشوف ينزل القاهرة ويشوف النظام وحب الناس للسيسي ازاي، الانجازات اللي بتتم في مصر ازاي بالطريقة القانونية، مجلس الشعب بيطلع قوانين ازاي وبيناقش ازاي، مش قاعد في الخارج ومش حاسس الانجازات اللي بتتم في هنا. يعني في واحدة بتقول هتودينا فين يا سيسي او يا مصر، طب ما نقول ايه هتودينا فين يا تركيا، ما تكلمتوش ليه على تركيا اللي بيخالفوا القانون وحقوق الانسان. بنناقش موضوع مصري، اما هنناقش موضوع تركي هنناقش كل هذه، لكن احنا بنناقش موضوع في مصر دلوقتي بعيدا عن تركيا او اي دوله او اي دوله اخرى. لكن حضرتك مطمئن لان تاتي دوله وتضع قانون يعني يوضع الالاف من الاشخاص تحت دائره الارهاب دون حكم حقيقي، دون اتهام حقيقي، يعني هل هذا يعني هل هذا منطقي يا سيادة المستشار؟ الدولة الوحيدة اللي بتطبق القانون صح، يا ريت يا معلش ابعت لك الاجراءات اللي بتتم ازاي فيها المحكمة، طول البلد الوحيدة اللي بتطبق القانون ازاي؟ ما يقدرش يفصل موظف الا بناء على تحقيق، بيعمل قائمة بناء على اتحاد أمنية، وبعدين النيابة تحقق والنيابة تستبعد اللي تستبعده وتحيد بعض الأشخاص إلى الجنايات، بعد كده ليه حق البعض. يعني احنا عندنا إجراءات تقاضي الوحيدة اللي بتطبق في مصر وقضاء شامخ، يعني بعض الناس بيشككوا في قضاء، مفيش دولة يا سيادة المستشار بتضع شخص بتقول عليه إرهابي دون تهمة. القانون ده ممكن يخليك إرهابي دون تهمة لمدة 3 سنوات على تحريات أمنية يا فندم، هو لسه في تحريات أمنية، احنا ممكن نخلي شخص إرهابي تحريات أمنية دي واحدة بس. أنا التحريات الأمنية دي مش لازم تتعمل على النيابة، والنيابة تصدر قرار مؤقت اسمه مؤقت لحين انتهاء التحقيق، نفهم موضوع المنع من السفر اللي يا سيادة المستشار، في حاجة اسمها المنع من السفر، لكن ما فيش حاجة اسمها ان انا اقول عليه ارهابي لمدة 3 سنوات حتى يثبت هذا او لا. القانون بيقول كده 3 سنوات تبقى ارهابي من السفر وبتحفظ على امواله، دي تبقى للقانون كده، يعني مش القانون بنقفه او بيتفق. وبعدين كل الكلام شايف ايه الحاكم العسكري، احنا مش حاكم عسكري، بلد ديمقراطيه. طيب ايه رايك في العباره اللي وارده في القانون بان الاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي، يعني كيف نفسر هذا؟ يعني ازاي نقول على شخص ده بيضر بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي؟ مش ممكن اي حد يتهم حضرتك شخصيا بالاتهام ده من اي جهه امنيه وتبقى في يوم وليله ده؟ برافو عليك، بقول لك ليه؟ لان بعض الناس في الفيسبوك بيطلعوا اشاعات تمس الوحده ازاي؟ يقول لك ايه؟ طلعوا اشاعه ان في 10 مسيحيين ماتوا، قتلهم واحد مسلم، في اضرابات في المنيا، اضرابات في اسيوط، في كذا، المسيحيين عاملين اضراب، المسلمين عاملين اضراب، بناء على ايه انت جبت الكلام ده اهو؟ عشان كده اقول عليه ارهاب. في قانون نازل جديد اسمه قانون الجرائم الالكترونيه، كل اللي بينزل على الفيسبوك
او بينزل معلومات خاطئه هيتم محاكمته وتحويله المحكمه الجنائيه الا على بناء على معلومات صحيحه. فهي ديت احنا بنقول يا جماعه احنا في مرحله تكوين مصر، احنا في تحدي التكوين. يعني شوف الانجازات اللي تمت من ساعه مسك الرئيس السيسي لغايه دلوقتي، انجازات ولا 200 سنه. انا عاوز بس اللي بيتكلم ده ينزل ويحس بينا احنا كمصريين. الحمد لله بتنزل الساعه 4 الصبح 5 في امان، امن وامان. سياده المستشار وليد شرار، يعني لعل الكلام يكون موجه، الكلام اللي بيقوله السيد خالد القوشي موجه لحضرتك، يعني بيقول انزلوا وشوفوا مصر وحجم الانجازات التي حدثت فيها، واحنا محتاجين من وجهه نظره لمثل هذه القانون، لمثل هذه القوانين حتى تستقيم الامور. ما رايك؟ والله طبعا، يعني انا طبعا هي دي يمكن الحاجه الوحيده اللي انا اتفقت فيها مع الاستاذ خالد القوشي. حجم الانجازات بصراحه يعني صعب ان احنا نتصور، يعني الدولار اللي وصل 20 جنيه في اقل من 3 سنوات كان ب 6 جنيه وربع، الغاز المصري اللي بنفرد فيه لليونان ولاسرائيل، الحدود اللي احنا سبناها لجزيرتين تيران وصنافير لاخواتنا العرب، مية النيل اللي سيطرت عليها اثيوبيا، منجم السكان اللي ما حدش عارف الذهب بتاعه بيروح فين. انزل حضرتك واسال الناس في الشارع اللي بتصوت مش لاقيه تاكل عشان تعرف حجم الانجازات اللي عملها السيسي. خش اي اسم شرطه وشوف كرامه المصري اللي بيحصل فيها وازاي بتمتهن كرامته ليل ونهار عشان رايح يطلع بطاقه. يعني حتى الناس اللي هي داخله علشان تعمل اجراء طبيعي جدا يكفلوا ليها القانون والدستور مش لاقيه كرامتها في الاقسام. الناس اللي واقفه في كل اشاره تشحت عشان مش لاقيه تاكل من ناس تانيه مش لاقيه تاكل. ده الحجم الانجاز اللي عمله عبد الفتاح السيسي، الانتخابات اللي بتتزور، كل ده. وحضرتك بتتكلم على انجازات، انجازات تانيه ايه؟ انت حضرتك لما اتكلمت على الانجازات لم تذكر لنا اي انجاز ولن تذكر لنا اي انجاز، لكن ممكن تتكلم في الكلام المطلق في الفضاء المطلق، تتكلم على انجازات، تحاول تصور صوره وهميه للناس وللشعب المصري ان الشخص ده عمل انجازات وانت تعلم جيدا حجم اجرامه وحجم التفريط اللي فرط فيها. يا اخي ده الشرف العسكري كان يمنعه ان هو يفرط في اي حبايه رمل من سيناء اللي مات واستشهد فيها جنود وضباط عظام من الجيش المصري في حرب 73. هو ده الانجاز اللي عمله عبد الفتاح السيسي، هو اللي طلع على التلفزيون وقال لك مش لاقي ولا وثيقه ومش لاقي ولا حد يقول ان الجزر دي مصريه. طيب. وتيجي المحكمه تطلع اكتر من 20 مستند رسمي من الامم المتحده ومن غيرها تتكلم على مصريه الجزر، هي دي انجازات عبد الفتاح السيسي؟ انت بتدافع عن مين يا استاذ انت؟ يعني سيد وليد، هل فكره ان هنا من الممكن ان يكون هناك قوانين استثنائيه في اوضاع استثنائيه؟ يعني هو بيقول لك برضك ان البلد كانت في حاله فوضى عارمه، جه عبد الفتاح السيسي من وجهه نظره ظبط الامور، وبيستدل على كده ان ممكن المواطن المصري بينزل 4 و5 فجرا الان وهو مش خايف على نفسه زي زمان، فده بيقول لك ده انجاز مثلا. أستاذ أحمد، هي النظم الديكتاتورية والفاشية العسكرية اللي هي دايما بتحكم يعني مصر منذ 1952 لهذه اللحظة تتعايش على فكرة القوانين الاستثنائية والحالات الاستثنائية. خليني أقول لحضرتك، ال 30 سنة بتوع مبارك كان بيحكمنا بقانون استثنائي اللي اسمه قانون الطوارئ. دلوقتي جه عبد الفتاح السيسي طور قانون الطوارئ وخلاه قانون الإرهاب أو الكيانات الإرهابية أو الجماعات الإرهابية عشان تفضل مصر تحت حكم استثنائي، ويفضل كل إجراء بيقوم به المواطن يتذلل به للسلطات علشان ياخد أبسط حقوقه اللي هي مكفولة لكل إنسان. دايما دايما الأنظمة دي لا تتعايش ولا تقتات إلا على كرامة المواطن وعلى أموال المواطن وعلى حقوق المواطن. علشان كده أنا بقول لحضرتك هذه الأنظمة فاشلة فشل كامل جدا، ولا يوجد لها إنجازات حقيقية على أرض الواقع، والمواطن الطبيعي فعلا يعلم ذلك. لكن انا بستعجب من الناس بصراحه اللي لغايه دلوقتي. طيب. يعني فعلا والله صمتكم اخجلنا يا سيدي، ان انت لغايه اللحظه عارف تدافع على عبد الفتاح السيسي. الرجل بالتاكيد له رد عليك يا سياده المستشار، عنده حس بالناس اللي بتعانيه في الشارع وقادر يفتح يعني دافع عن عبد الفتاح السيسي ونظامه. سيد خالد، بالتاكيد لك رد على المستشار وليد شرابي، تفضل سريعا. انا هقول لك حاجه بس صغيره. طوام بقى لي الاكبر خطا في امريكا اللي احنا دخلنا في في في, في الدول في الناحيه الداخليه، كل دوله اضرب شعبها. يا جماعه نسيب الدول تتقدم واحنا ما نهدم الدول العربيه، ما احنا بنهدم نفسينا. انا عاوز الدول الاسلاميه كلها تبقى متقدمه، تبقى دوله كبيره. يعني انا هل اللي بيعجبوكم اللي بيحصل في اليمن وليبيا وسوريا يعني انا بحزن على اللي بيهاجموا عاملين يهاجموا. طب بدل ما نهاجم تعال نكون نفسينا ونكون مصر.
بدل ما انت بتهاجم كنت قاعد في الخارج. شوف احتياج مصر ايه. طيب. يعني احنا ورئيس الامريكا بيقول لك انا اخطات. وامريكا اخطات تدخلت في السياسه الداخليه. شكرا للدولة. جزيلا. نرجع تاني احنا ندخل في السياسه الداخليه لكل دوله. شكرا جزيلا. اللي بيتكلم مصري مش امريكي وليد شرابي مصري، لكن عايز حال اشكرك شكرا جزيلا خالد القوشي المستشار القانوني، كنت معي عبر الهاتف من القاهره. واشكر ايضا سياده المستشار وليد شرابي رئيس محكمه شمال القاهره السابق كان معي عبر الاقمار الاصطناعيه من اسطنبول، وكذلك اشكر السيد محمد جميل مدير المنظمه العربيه لحقوق الانسان بلندن كان معي عبر سكايب من لندن. مشاهدينا الكرام ما زلنا معكم، بعد الفاصل نواصل النافذة وفيها وصول أول قطار شحن من الصين إلى لندن وتأثيرات المحتملة على حركة الملاحة في قناة السويس المصرية.